إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمن أبواب الخير العظيمة التي فتح الله جل وعلا لعباده باب الصدقة. قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى سحاء، والسحاء الصب الدائم لا يغيضها شيء الليل والنهار. وهذا وعد من الله جل وعلا لعباده أو لمن أنفق منهم أن الله تعالى يخلف عليه في صدقته خيرا. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلم يمكنني القرار، فأتيت إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت: فداك أبي وأمي. من هم يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون مالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة من أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أموال إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد بستان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. فلما نزلت هذه الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها يا رسول الله، فضعها حيث شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أنس: فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه، لأن الأرحام دفع الصدق إليهم صلة وصدقة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إلي عليه الصلاة والسلام، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من فرح الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا جاءه المحتاج آثره على نفسه إما بطعامه وإما بلباسه، وكان يأمر أصحابه بالصدقة ويحثهم عليها، وكان من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأنعمهم قلبا. فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر ونعيم القلب. انتهى كلامه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يسرني أن عندي مثل جبل أحد ذهبا، تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أعظم قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان كذا. أيها الإخوة الأفاضل، من فضائل هذه الصدقة أن إذا كانت من كسب حلال طيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ويضاعفها لصاحبها أضعافا مضاعفة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بشق تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا،
فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة وهو المهر الصغير حتى تكون مثل الجبل. فيأتي المؤمن يوم القيامة وإذا بحسناته أمثال الجبال فيفرح بثواب الله والله ذو الفضل العظيم. ومنها كذلك أن الصدقة تكفير للخطايا والسيئات، كما جاء في سنن الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصدقة الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومنها كذلك أن الصدقة نماء للمال وزيادة له، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومنها كذلك أن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ويوم القيامة يأتي العالم بعلمه، والمصلي بصلاته، والصائم بصيامه، ويأتي المتصدق بأجر هؤلاء جميعا. كيف ذلك؟ هو بنى مسجدا لله فيحصل على أجر المصلين، هو قد فطر الصائمين فيحصل على أجر الصائمين، هو قد طبع كتبا للعلماء فيحصل على أجر العلماء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومنها كذلك أن الصدقة تقي العبد كثيرا من الشرور والمصائب. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا شيء مجرب يعرفه الناس جميعا، فأهل الأرض جميعا مقرون به، حتى لو كانت هذه الصدقة من ظالم أو كافر فإن الله تعالى يدفع عنه بها كثيرا من الشرور والمصائب. وأفضل الصدقة الصدقة الجارية التي تستمر للعبد بعد وفاته، مثل بناء مثل حفر الآبار وبناء المساجد وطباعة الكتب والصدقة على الفقراء والمساكين أو الأوقاف على الفقراء والمساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك الصدقة عن الميت، فقد جاء في الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وليحذر المتصدق من الرياء والسمعة، أو أن يتصدق بالرديء من طعام أو لباس أو نحو ذلك، أو أن يتبع صدقته بالمن والأذى، أو أن يبخل بما آتاه الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.